قبل الحرب. أيوة أنا قبل الحرب قبل الأحداث. بدون أمي وأبوي وجيت على مستشفى العائم الإماراتي وساعدوني أول ما أجيت، صوروني أشياء الحمد لله. دخلنا ايضا في عمليه تاهيل نفسي واجتماعي كذلك مع يزن، عمليه تواصل يومي مع اسرته، وكذلك نحن كستاف اماراتي متعاونين معه، والان داخلين في مراحل العلاج المتعلقه بتركيب طرف صناعي ملائم لجسد يزن. العلاقه التقليديه ما بين الطبيب والمريض اصبحت كنا اسره واحده وعائله، يعني يوميا نشوف بعض، نتكلم بعض باريحيه، احتياجاتهم، مشاكلهم، اوجاعهم النفسيه، نتكلم مع بعض حقيقه. 19 فبراير.